مرحبا بكم متابعينا. سوف نتعرف في هذا الفيديو على ما هو CBA، ما هي عروض CBA، من الشركات وأصحاب المصلحة في هذا المجال وما وظيفة كل واحد منهم، كما سنتعرف على طريقة ترويج العروض المباشرة من خلال جوجل أدز. ما هو CBA؟ مجال تسويق عروض CBA هو أحد المجالات الفرعية للتسويق بالعمولة، وأحد أفضل طرق الربح من الإنترنت للمبتدئين، لما فيه من سهولة نسبية وعائدة مادية معقولة ومرضية جداً، حيث أن متطلبات الحصول على العمولة ليست مكلفة على الزائر الذي يقوم بالضغط على رابطك، وتكون على النقيض تماماً عند التسويق بالعمولة لأحد مواقع التجارة الإلكترونية كسوق .com وجوميا، الذي يتطلب من الزائر القيام بعملية شراء مبلغ مالي لأي غرض، وهكذا يتم احتساب العمولة لحسابك. كلمة CBA هي اختصار لعبارة Cost Per Action، وترجمتها الحرفية هي ثمن أو العمولة مقابل الفعل أو القيام بعملية ما، ولكل عملية ناجحة يقوم بها الزائر من خلال الرابط الخاص بك، فهذه العملية لها سعر محدد قد يتراوح من بضعة سنتات إلى بضعة دولارات، وليست عمولة بنسب مئوية، ولا تعتمد على السعر المدفوع عند الشراء، وبالتالي كل عرض من عروض CBA له سعر محدد مستقل. ما هي عروض CBA؟ أنت كراغب بالعمل من CBA يجب عليك تسويق هذه العروض، ومن أشهرها بن سبميت. هذا النوع من العروض يطلب من الزائر استخدام رقم هاتفه لإرسال رسالة إلى جهة معينة، قد تكون جهة المعلن وقد تكون جهة أخرى، وعندما يقوم الزائر بالقيام بذلك تحصل أنت على العمولة ويحصل المعلن على رقم هاتف الزائر. كريدت كارد سبمنت، هذا النوع يتطلب من الزائر أن يقوم بإدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة به، وعندما يقوم بذلك تحصل أنت على العمولة، والتي قد تكون مرتفعة نسبياً لهذا النوع من العروض. أغلب المعلنين لهذا النوع من العروض يعرضون فترة تجريبية لخدمتهم، ولكنها تتطلب تسجيل معلومات بطاقة الائتمان ولا يدفع الزائر أي مبلغ خلال الفترة التجريبية. إيميل سبميت، هذا النوع من العروض من أسهل العروض للترويج لها، كل ما على الزائر القيام به هو إدخال عنوان بريده الإلكتروني لتحصل أنت على العمولة، ويقوم المعلن لاحقاً بإرسال عروض ترويجية عن طريق البريد الإلكتروني داونلود أو BBD، وهذا النوع من العروض يتطلب من الزائر القيام بعملية تحميل لأحد التطبيقات مثل تطبيق سوق .com أو الألعاب، وعندما تتم عملية التحميل تحصل أنت على العمولة. من الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا المجال وما وظيفة كل واحد منهم؟ أولاً المعلن هو أهم مكون من هذه المكونات، وهو مصدر الدخل الرئيسي لهذا المجال، وبدونه لا يوجد أرباح من هذا المجال، بسبب أن المعلن يريد أن يعلن لمنتجاته أو روابطه أو صفحاته، ولكن قد لا يجد الوقت أو الموظفين للقيام بعملية التسويق التي يحتاجها، ولهذا سيحتاج للقيام بعملية التسويق عن طريق مصدر خارجي وهو الوسيط. الوسيط هو شركات CBA، وهي التي تستقبل العروض وتقوم بعرضها على الناشرين وتتولى إدارة المنظومة التسويقية بالكامل، فهي من تقوم بتزويد الناشرين بكل المعلومات التي يحتاجونها للقيام بعملية الترويج، وهي التي تقوم بتحديد أسعار الإعلان للمعلنين وقيمة العمولة للناشرين، وتقوم كذلك بتزويد الناشرين بلوحة تحكم لإدارة أعمالهم من الشركة، ويقوم بدفع العمولات دفعة واحدة لكل العروض التي يتم تسويقها بنجاح. الناشر، وهو أنت الذي تريد أن تربح المال من تسويق هذه العروض. هناك عدة طرق وأساليب للربح من هذا المجال، وقد تكون طرق مجانية أو طرق مدفوعة. من أمثلة الطرق المجانية هو وجود موقع إلكتروني أو قناة يوتيوب من ذوات الزيارات والمشاهدات المرتفعة بعض الشيء لوضع عروض CBA الخاصة بك وترويجها بنجاح، فلا يعقل أن يتم الترويج في مواقع بدون زيارات أو قناة بدون مشاهدات. وهناك أيضا الطرق المدفوعة كالقيام بحملة إعلانية لترويج روابط CBA الخاصة بك، ويمكن الإعلان باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأفضل لهذا النوع من العروض وخاصة الفيسبوك. كيف يتم الترويج للعروض المباشرة من خلال جوجل أدز؟ الخطوة الأولى إنشاء حساب جوجل أدز. إنشاء حساب جوجل أدز عن طريق الدخول إلى موقع جوجل أدسنس والضغط على بدء. أدخل تفاصيل الدفع. أولاً
اختر نوع الحساب سواء كان فردي أو تجاري، وأدخل الاسم الحقيقي ثلاثي كما هو في البطاقة الشخصية. في خانة العنوان 1 أدخل اسم الشارع ورقم الشارع. في الخانة الثانية العنوان 2 أدخل اسم البلد. أدخل الرمز البريدي، ويمكنك الحصول عليه عن طريق البحث في جوجل عن الرمز البريدي لمدينتك. أدخل المدينة ورقم الهاتف واضغط على إرسال لتنتقل إلى صفحة يخبرك بها أن تنتظر الموافقة على حسابك، وبعد ساعات سيصلك إيميل الموافقة. الخطوة الثانية، ادخل إلى موقع ماكس باونتي مثلاً. ادخل إلى تصفح لتظهر لك العروض الخاصة بالشركة، كما يمكن أن تظهر لك أفضل العروض خلال الشهر. ننصحك باختيار العروض الرخيصة كبداية. عند اختيارك للعرض اضغط على Build Link لبناء الرابط، ويسألك ما هو نوع الزيارات التي لديك. هناك خيارات Display وهي عرض البنرات أو من خلال البحث أو من خلال السوشيال، وهو ما سوف نختاره لأننا سنعتمد على جوجل أدز. من Select a Creative اختر Raw Link واختر Land Page. قم بعدها بنسخ الرابط الذي تم توليده وانتقل إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة، قم بالدخول إلى جوجل سايت لإنشاء لاندينج بيج. اضغط على إنشاء صفحة جديدة، ويمكنك كتابة عنوان العرض الذي سوف تروج له، واختر كلمات جذابة مناسبة للعرض. اختر المظهر الخاص بالصفحة، واختر نموذج يشبه الموقع الرئيسي للعرض. ادخل الوصف، واكتب بالضبط ما على الزائر القيام به لتحتسب التحويل لك، وادخل زر التسجيل الذي فيه الرابط الذي تم بناؤه. بعد الانتهاء قم بنسخ رابط صفحة لاند بيج وانتقل للخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة، ادخل إلى منصة جوجل أدز واضغط على علامة الزائد للحصول على نيو كومبين، واضغط على الخيار الأخير. اختر نوع الإعلان، ومن أفضل الإعلانات هي سمارت، ثم اضغط على أكشن إن يور ويب سايت، ثم كونتينيو، ثم أدخل اسم العرض واضغط على نيكست. أضف عناوين العرض وهو العنوان الرئيسي والعنوان الثانوي والعنوان الأخير. اكتب الكلمات المفتاحية الخاصة بالعرض، ويمكنك إدخال الكلمات التي افترضها أو أدخل أنت الكلمة التي تريدها. أدخل الدولة المستهدفة والتي ظهر أثناء اختيار العرض من ماكس باونتي أنها الولايات المتحدة الأمريكية. اضغط على التالي واختر الميزانية الخاصة بك. راجع الإعلان واضغط على Next. سيدخل الإعلان للمراجعة وسيتم القبول خلال 24 ساعة. بعد القبول يمكن أن تعرف إذا كان إعلانك قد حصل على نقرات أو مشاهدات أو أن الزائر قام بالتسجيل وتم التحويل. ورابط Land Page، من الجدير بالذكر أنه يتم دائما حظر الإعلانات التي توجد بها روابط CBA، ولكن من خلال هذه الطريقة سوف تحمي نفسك من حظر الإعلانات. شاركونا تجاربكم مع هذه الطريقة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.